هنا الإمبراطور زيدان لمن قال عنه ندفد بأنه اللاعب الأفضل على وجه الأرض. شوف الله على أحلى امتصاص في الدنيا، على أحلى كنترول في العالم، أفضل من يسيطر على المستديرة، يقف في الملعب وهم يدورون من حوله في كل مكان، يحرك كل شيء، يتقدم برشاقته بحركته. ناس تجي وتروح ما هزت القلب، وناس تروح وتاخذ القلب معه. الله يا سلام يا زيزو، زيزو وتغيير الاتجاه، سحر سحر، انسيابية، امتصاص. كرة القدم تحترم زيدان جيد، لكن هذا ما حد يسرق منه شيء، ما حد يسرق هذا الحالة، هذا الحالة. اعتزلت فاعتزل الكثيرون، اعتزلت فاعتزل الكثيرون كرة القدم ومتابعتها، يريدون زيدان آخر، يريدون زيزو آخر. من أين للعالم بزيزو آخر؟ من يسرق الأضواء؟ من يسرق الأضواء؟ الكرة وصلت الآن إلى زيدان، فاصل استعراضي، شوف التلاعب، شوف السيطرة، شوف الاستحواذ. الظاهرة رونالدو كان يقول وأخيرا تحقق حلمي باللعب إلى جواره. زيدان يملك سحرا خياليا في لحظة استلام الكرة والسيطرة عليها. زيدان الذي ترك فراغا كبيرا جدا من الصعب بأن يملأه القادمون بالتأكيد. من فاز بكل شيء من كل شيء ممكن، من تغنى به الأساطير، من تحدث وتحدثت عنه الصحافة، من كتبت عنه الأقلام، من هتفت له الجماهير، من تفاعلت معه المدرجات، من بكت من أجله الأعين وذرفت الدموع في ليلة كان فيها خبر اعتزاله مؤثرا لكل عشاق كرة القدم.